بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ومعتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء ودافي على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء. كمان في فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وفي شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيكي، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن احنا بدأنا نلاحظ أن في ارتفاع في درجات الحرارة. بالفعل في تحسن نسبي في الأحوال الجوية، خاصة فترة النهار مع وجود أشعة الشمس، وتحسن طفيف في درجات الحرارة، لأن درجات الحرارة بدأت ترتفع بحوالي من درجتين لثلاث درجات عن الأيام الماضية، وفي استقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير على أغلب مناطق الجمهورية. الطقس فترة النهار ومع سطوع أشعة الشمس بتحس بيه إن هو طقس معتدل على أغلب المناطق الساحلية، مرورا بالبحر مرورا بسواحلنا الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى. أجواء مائلة للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافية تماما على محافظات جنوب الصعيد، لأن المناطق الداخلية أو المناطق الجنوبية بتكون أعلى درجات حرارة كمان من المناطق الشمالية. بالإضافة كمان فترات الليل أول ما أشعة الشمس بتغيب بنبدأ نحس بانخفاض درجات الحرارة، بيكون ملحوظ أكثر ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، خاصة إن بيبقى فيه نشاط نسبي للرياح فترة الليل بيحسسنا أكثر ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة. نسب الرطوبة في الجو منخفضة خلال فترة الليل، فبالتالي بتخلينا نحس أكثر بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، رغم تحسن درجات الحرارة فترة الليل واللي بتوصل ل 12 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة الليل. أجواء الليل بتبقى أجواء باردة إلى شديدة البرودة على أغلب محافظات الجمهورية. الصقيع بيتكون على المزروعات الموجودة في وسط سيناء نتيجة انخفاض درجات الحرارة لأقل من 5 درجات خلال فترة الليل. كمان الظواهر الجوية اللي بتكون مؤثرة معانا بشكل كبير فترة التحسن والاستقرار في الأحوال الجوية هو تكون لشبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتأدي لانخفاض في الرؤية الأفقية. دايما مع تكون الشبورة المائية بيكون ساعات الليل المتأخر تستمر معانا حتى سطوع أشعة الشمس، ونأكد أن كثافة الشبورة المائية هتختلف من يوم ليوم، ممكن تبقى كثيفة أحيانا في بعض الأيام، فناخد بالنا قائدي مركبات مسافرين على الطرق فترة الصباح الباكر لازم دايما تكون القيادة بهدوء تام، نتابع كافة تعليمات المرور. فرص الأمطار اليوم وعلى مدار باقي أيام الأسبوع إن شاء الله متوقع أن هي تكون فرص أمطار خفيفة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية على فترات متقطعة من اليوم، مرورا طبعا بمطروح، بعض المناطق من الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، لكن نأكد أن ممكن نشوفها في الأماكن الأخرى لا، وغير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية. تحسن والاستقرار في الأحوال الجوية ده متوقع إن شاء الله يكمل معنا على مدار الأيام القادمة، يمكن كمان يكمل معنا لمنتصف الأسبوع القادم إن شاء الله. بشكرك من أيه، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 20 والصغرى 13، العاصمة الإدارية 20-10، إسكندرية 19-12، العالمين الجديدة 18-12، مطروح 17-10، دمياط 18-11، بورسعيد 17-12، الإسماعيلية 20-12. هنروح للسويس العظمى فيها 19 والصغرى 11، العريش 18-11، كاترين 18-4، طابة 20-11، حلايب 25-15، شلاتين 27-16، شرم الشيخ 25-17، الغردقة 23-15، الفيوم العظمى فيها 20 والصغرى 8، بني سويف 20-7، الوادي الجديد 24-9، أسيوط 21-6، سوهاج 21-8، قنا 28-10،
الأقصر 26/10 وأخيرا أسوان العظمى فيها 28 والصغرى 14. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. كمان عرفنا تفاصيل عن الحالة الجوية النهاردة. الأمطار هتكون نسبتها خفيفة جدا وبسيطة جدا في أغلب المحافظات. كمان الشبورة المائية بتختلف من يوم للتاني، بتبقى كثيفة أحيانا أو خفيفة. نلتزم بالتعليمات المرورية، ناخد بالنا من الرؤية الأفقية بتاعتنا عشان نوصل بيوتنا وأشغالنا بألف سلامة. نرجع مرة تانية لشاذلي ومنا نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا. كل شكر ليك يا لمي.